لسه مع الجمال، لسه مع البطولات، لسه مع الرياضة والمصريات اللي بيرفعوا اسم مصر عالي. النهاردة ضيفتنا بتدخل البطولة وما بيكونش هدفها أبدا ميدالية واحدة، لا لا لا، بيكون هدفها أكبر من كده بكتير، لأنها فازت بخمس ميداليات في بطولة العالم في سباحة الزعانف. لكن أكيد وراء الكواليس في حكايات بقى يعني هنسمعها كتير جدا جدا من نجمتنا وضيفتنا وست الستات بتاعتنا آية عز. ازيك يا كابتن؟ اهلا بيك حضرتك. كله حلو الحمد لله. آية، عايزاكي تحكي لي، طبعا احنا عارفين ان الاطفال كلهم بنات وولاد في سن معين من كل الاهالي بيودوهم يتعلموا سباحه، مظبوط، يقول لك من اهم الحاجات تعلم السباحه، لكن انت كنتي مختلفه. ايه اللي خلاكي من طفله عاديه رايحه تتعلم السباحه عادي انك انت تبقي بطله وميداليات وزعانف وحاجات كتير كده؟ ايه اللي حصل؟ من وانا صغيره انا بحب السباحه، يعني انا بروح التمرين مش بتعب، بابايا بيسيبني في التمرين، كان الاول بيقعد معايا عشان خاطر لو عايزه اتدلع بتاع هو اللي كان بيباشرني، عشان كان عندي 8 سنين. وانا عندي 11 سنه دخلت منتخب الناشئين، كانوا هم they selected، هم اختاروا يعني قلائل على مستوى مصر. بعد كده مثلت مصر في البطولة العربية للناشئين وطلعت سباحة عادية خالص، مسابقات سباحة، مظبوط، بس كنت بلعب سباحة الزعانف على المستوى المحلي، لكن مش بطولات عالمية، لأن هي كانت بتتعارض في الوقت مع بطولات السباحة العادية. اوكي، يعني ده بيجي بطولاتها مع نفس البطولات دي، فكنتي تفضلي يعني او كنت الظروف بتسمح لك انك انت تخشي سباقات السباحه العاديه؟ مظبوط. اوكي، فكنت ساعتها بتحبيها السباحه العاديه؟ انا بحب المايه، اي حاجه في المايه. انت اكوا جيرل، ها؟ حاجه زي كده، انا اي حاجه في المايه، يعني تراياثلون بياخدوني بعوم، سباحه عاديه، سباحه زعانف، اي حاجه في المايه، الحقيقه انا بحب المايه. طيب انت كده قلتي في تعارض ما بين الاوقات بتاعت بطولات السباحه العاديه وسباحه الزعانف على المستوى ساعتها، بقى الكلام ده كان من 20 سنه. فعلى المستوى الدولي كان ممكن يبقى فيه بطوله مع نفس الوقت بتاع مثلا بطوله عربيه، بطوله افريقيه، ففي الحاله دي كنت بروح بتجه اكتر للسباحه العاديه. اوكي، طيب ايه النقله بقى؟ هل كملتي في السباحه العاديه واكتر ميدالياتك يا ترى من سباحه الزعانف ولا السباحه التقليديه العاديه؟ اوكي، انا تخصصي في السباحه العاديه بريستروك، اللي هو عمت الصدر. فمن وقت للتاني انا بكون محتاجه اغير العومه عشان الاصابات. حتى في الميه في اصابات؟ يعني احنا طبعا بنبذل مجهود بره كمان، احنا بنعمل فيتنس طبعا، فالفيتنس ده ممكن ياثر على الركب، ممكن ياثر على اللور باك، خاصه بقى مع السن. فابتديت ان انا اتجه اركز في تمريني على سباحات تانية غير سباحه الصدر. اوكي، فانا بلعب ماسترز، فاحنا اللي هو يا جماعه بطوله الاساتذه لو تسمعوا عنها، اللي هو بعد سن كام؟ من اول سن 25، وعلى الصعيد الدولي بتبدا من اول سن 30. اوكي، فاحنا كنا بدانا القصه دي في مصر، اللي هي بطوله الجمهوريه للاساتذه، بداناها السنه اللي فاتت في شهر 8. بعد كده اترشحت ان انا انزل بطوله العالم، ارقامي اهلتني ان انا انزل بطوله العالم. احنا بنتكلم على اي نوع من انواع السباحه؟ الزعانف. الزعانف، اصل انت عديتي بيا كده حته بسرعه، اللي هو التحول من السباحه العاديه البريست او العوم الصدر للتحول التام بقى او الكامل لسباحه الزعانف. النقله دي حصلت ازاي؟ انا كده في التمرين بتاعي كان في حته، جزء من التمرين بيكون مثلا لو تمريني 4 كيلو، في كيلو منهم كان بيبقى بالزعانف عشان نقوي رجلينا. اوكي، فاحنا لما سمعت او يعني لما كابتن هشام الجوهري اللي هو مسؤول السباحه بتاعه الاساتذه في نادي الصيد، قال لي ان احنا هنعمل اول بطوله جمهوريه لسباحه الزعانف، فاتكلمت ساعتها مع الكابتن بتاعي، ليه لا ان احنا نزود الجزء بتاع الزعانف في التمرين. ده اللي حصل، زودنا بدل ما كنت بعوم كيلو بقوا 2.5 كيلو، فنزلت اول بطوله، جبت ارقام كانت تعتبر كويسه جدا، كان يعني احنا حتى قبل ما انزل بطوله العالم كنا عارفين ان هي ممكن تاهلني ان انا اطلع من الثلاثه الاوائل.
كمان ما شاء الله. فساعتها جه بقى تركيزي في التمرين بتاعي على الزعانف. ان انا حسيتي ان انت عملتي فيها نتائج افضل من النتائج بتاعتك اللي قبل كده في سباحه الصدر؟ يعني او ميزتك بحاجه يعني بالظبط. يعني هي كمان عشان كانت اول بطوله عالم هتقام في مصر، فكنت عايزه اشارك فيها وعايزه اجيب فيها ميداليه. فروحت الكابتن بتاعي اللي هو كارلو، اتكلمت معاه، قعدنا حاطين برنامج 6 شهور عباره عن ان احنا امتى هنعلى بالحمل وامتى بنخف. السباحه برضو لعبه شويه عايزه دراسه كتير. يعني بتشيلي اوزان في الفتنس كلاسز بتاعتك؟ بتعتمد على الاوزان. وانت قلتي ان الزعانف بتديكي برضو اوزان او بتقوي رجليكي اكتر في مزبوط. في العوم مزبوط. هل بقى لما بتيجي تزودي هل الزعانف كلها زي بعض ولا في زعانف مختلفه عن زعانف احملها، شكلها، طريقه العوم بيها؟ ايوه مظبوط. احنا عندنا 3 انواع. اللي هو النوع الزعانف الطويله اللي هي كريزي اللي احنا شايفينه. كنا معلش بجوري ممكن نرجع للقطه اللي قبلها على طول، اللي هو الفيديو المسابقه اللي احنا كنا شايفينها دي. الزعانف دي نوعها ايه؟ انهي نوع زعانف؟ اوكي. شبه الميرميد شويه. لا دي اسمها حورية البحر زي ما بيقولوا. دي المونو. دي المونو. اوكي. دي عباره عن زعنفه كبيره الرجلتين بلبسها في رجليا الاثنين. وبعد كده بعوم بيها بقى السباقات. أوكي. وهي عباره عن ويست دولفين، وممكن مسموح في سباحه الاساتذه ان انا احرك دراعاتي. اوكي. السباحه الثانيه اللي هي بالزعانف العاديه، الزعانف برضو نفسها اللي هي الرجلتين، في منها النوع الكريزي اللي هو النوع اللي انا بعوم بيه، وفي منها النوع اللي هو نجاد، وفي منها نوع تالت الحقيقه انا ما جربتوش. الفرق ان بتاعتي تعتبر اخف واحده. اوكي. النجاد اتقل شويه، فطبعا عايزه قوه بالظبط. والفتنس بالنسبه لنا بيكون عامل اساسي في اللي هي عضلات الرجلين. اوكي. بس فانا لما نزلت بقى في بطوله العالم نزلت 100 و200 و400 حرة بالزعانف، ما نزلتش مونو. اوكي. فأول يوم نزلت 100، أخدت تالت على 10 أجزاء من الثانية، يعني ده سكور يعني. رقم يعني. عارفة بقى اللي هو إيه؟ خلصت ببص على السكرين بتاعت الأرقام. فهي البنت كانت جايبة 58-20، أنا جبت 58-30. فأنا كنت متمرنة على 57 كمان. بس مع مش هقول ستريس، بس انت مش نازله بطوله عاديه، انت لسه برضو ما تعرفيش المنافسين بتوعك. طبعا. وهم الحقيقه البطوله كان فيها 36 دوله، كان في ناس من امريكا، ناس كانوا جايين لنا من بولندا، ناس من المجر، ناس من فرنسا، ايطاليا، يعني استراليا. فلا يعني انا بصراحه بشكر الاتحاد المصري للغوص والانقاذ على تنظيم بطوله بالشكل ده، وان هي طلعت بالشكل ده. وبرده القائم او رئيس الاتحاد هو نفس رئيس الاتحاد بتاع البنت اللي كانت قبليه اللي هي هاله، اللي هو كابتن سامح. ده يعني فعلا فعلا ما بيعديش حاجه، يعني كل حاجه عنده بيرفكت 100%. فباك تو ذا بوينت بتاعت ان انا كنت طالعه الثالثه على فرق 10 اجزاء. دي عايزه هي منتلي اصعب من فيزيكلي، يعني بمعنى انك بمخك اقوى بكتير من قدراتك الجسمانيه. بالظبط. ان انا كنت يعني انا متمرنه على رقم ونزلت عليت وطلعت الثالثه على 10 اجزاء. فكان لازم ان انا اليوم ده اقعد كده واركز واشوف الغلط كان فين، عشان اقوم نفسي وافوق نفسي بدل ما انزل السبق اللي وراه. وانا خلاص انا كيكه، يعني انا كيكه بعلي ارقامي في البطوله دي. فالحمد لله تاني يوم كان عندي 400، فالحمد لله طلعت الثانيه. ويعني كم جزء بقى؟ لا ثانيتين الحمد لله. ثانيتين ما شاء الله عليك. وبعد كده نفسي طلع ايه؟ طلع فيزيك يعني، طلع جسمانيا ولا ذهنيا؟ يعني لا. طلع التحدي بتاعك فين لما قعدتي مع نفسك بقى ومع الكابتن بتاعك؟ اكتر منتلي، لان هو في الاول قوتك جت من هنا. بالظبط. اوكي. احنا متمرنين على السبق وانا حافظه السبق، فان انا كنت اعمله كده. هو قال لي مثلا رده فعلي في الستارت كانت بطيئه، والترن بتاعي ما كانش احسن حاجه. فركزت عليهم تاني يوم وصلتي للنتيجه اللي انت عايزاها. ورقمك كان اتحسن. حسيت بقى رقمي المصري 5 ثواني.
ما شاء الله. طيب اغلى ميداليه على قلبك؟ ممكن نقول دي، والتصنيف بتاعي في السباحه العاديه لما طلعت العشره في ال 400 متنوع. العشره على ايه؟ على العالم؟ دي كانت بطوله فين؟ لا دي كانت تصنيف اللي بيحصل ان هي الناس من على مستوى دول العالم كلها بيبعتوا للاتحاد الدولي للسباحه احسن ارقام للفئات العمريه. فالفكره في السبق ده ما كانتش ان انا طلعت العشره، انا عندي في البريست تصنيف احسن، عندي طالعه الخمسه والسته. بس في دي عشان كانت بعد ما قعدت 20 سنه ما بعومش، عمت سبق اسمه 400 متنوع. فده بالنسبه لي ان انا خلصته. تحدي جامد قوي. 20 سنه عدم سباحه ده يعني يضيع اي بطل. مظبوط. يعني انا ال 20 سنه دول بقى، هل انت كنت بتتمرني؟ هل ولا بتبلبطي زينا كده؟ عارفه اللي هي البلبطه العاديه في بول في البحر، يعني هل توقفتي عن ممارسه رياضه السباحه؟ من 2007 تقريبا، من 2006 لغايه 2017 انا ما نزلتش المايه. ليه؟ كنت دخلت الكليه، كنت انا دخلت ألسن وكانت عايزه مذاكره كتير. لغه ايه بقى؟ الماني وانجلش. حلو. وبعد كده الحياه يعني خلاص ابتديت ان انا اشتغل، فركزت ان انا اخد سيرتيفيكتس في الكارير بتاعي اكتر. بس كان دايما بصراحه بحس ان في حاجه ناقصه. يعني كنت الاقي كده لو وقت فاضي اروح اطلع على الجيم، اجري تراك، ممكن اروح يوم اللي هو السيدات في النادي، اروح. ما كانش في ساعتها الفكر بتاع اكاديميات السباحه بتاعت الكبار زي دلوقتي. ايوه صح. في 2017 كنت خلاص بقى، الحقيقه كانت وحشتني السباحه، وحشتني المايه. فكانوا صحابي عملوا اكاديميه سباحه فقالوا لي تعالي جربي. فبدات ان انا كنت بتمرن 3 مرات. نزلت اول بطوله، طلعت على مصر، طلعت الثانيه على طول. يعني ما خدتيش وقت يعني ما شاء الله. والله الكامباك جايب بطولات على طول. يعني عارفه مع اقل مجهود لقيت ان في نتيجه. فبعديها ابتديت ان انا اتمرن 4 مرات وخليتهم 5 مرات. كل سنه كنت بعلي الانتنستي، انا ما كنتش مستعجله الحقيقه. يعني مش مثلا في 2017 لا انا الثانيه لازم اطلع الاولى عشان الاصابات وعشان ما ازهقش وعشان انا مش جايه عشان احط. بس بقى عندي يعني تساؤل، اللي بيبطل سباحه من البطلات جسمهم بيبوظ، بتبصي تلاقي في ترهل جامد قوي في الظهر وفي الدراعات وفي الرجلين، يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله. داخله عليا واحده موديل يعني، عارفين يعني اللي هي ايه، بنوت جسم بنوته صغيره يعني. ازاي قدرتي وانت توقفتي يعني قد ايه؟ 11 سنه ورجعتي تاني ان جسمك ما باظش اللي بيها، قدرتي ترجعي للسباحه مره تانية. مظبوط. نحط برنامج وناخدها ستيب باي ستيب. يعني انا في الاول رجعت 3 مرات تدريب، بعد كده خليتهم 4، بعد كده بقوا 5، بعد كده انا النهارده وصلت ان انا بتمرن 6 مرات سباحه ومرتين جيم. فدي حاجه. الحاجه الثانيه، كل ما بتلاقي نتيجه كل ما بتلاقي نفسك عايزه تبذلي مجهود اكتر. متحفزه اكتر. بالظبط. طبعا طبعا. ايه اللي جاي؟ اللي جاي عندنا بطولة عالم في صربيا بتاعة زعانف، هبقى ان شاء الله كيلو في البحر. وبعديها باذن الله في السباحة بقى العادية اللي هي الصدر. يعني رجعت لها تاني. اوكي. فما اقدرش ابعد عنها لان هي دي من وانا صغيرة. طبعا. فعندي ان شاء الله بطولة العالم في قطر في شهر 2 باذن الله، شهر 2 24. ما شاء الله، يعني بجد بجد البنات المصريات كده رافعين راسنا وعاملين شغل جامد جدا جدا. أي بتمنى لك طبعا التوفيق، ولما تاخدي الميدالية وأنا واثقة. بصوا يا جماعة، كل حاجة في الدنيا هنا. آية عندها تصميم وإرادة جامدين جدا جدا، هتروح بس مؤقتا تاخد لنا الميدالية وترجع تاني ونستضيفها في 6 الستات، نحتفل معاها بالميدالية اللي جاية. وبشكرك انك انت معانا النهاردة جدا لحضرتك، وبست اوف لك في الميداليات اللي جاية والبطولات اللي جاية بإذن جدا الله. بشكرك آية عز، كانت معانا البطلة السباحة الجميلة. فاصل ونرجع مرة تانية ونكمل بطولاتنا مع حضراتكم.